انا محظوظ يعني، واخترت يا زلمه، وبتكسف من الحظ يعني، من كتر الحظ اللي جاني في حياتي والله بتكسف منه، بزعل يعني، بقول اشمعنى تديني كل ده وبعدين واحد ما تديلوش حاجة خالص يعني. استغفر الله، انا مش بعاتبه يعني، بس بقول بحس ان انا ليه خدت كل ده وواحد ما خدش حاجة. عمرك ما حسيت انك مظلوم؟ مظلوم بكده ان انا خدت كل ده؟ الله، ده ظلم. اصل اللي بص اللي حظه قد كده واللي بيجيله قد كده اصعب انه يدخل الجنة. الفقير الغلبان اللي حظه طول عمره وحش، ما هو ربنا طبعا عادل بيخليه كده اهو، انما بيدخله الجنة. ده مهما حصل هيدخل الجنة. الناس دول اللي انت بتشوفيهم في التلفزيون اللي ميتين من الجوع واللي دول هيدخلوا الجنة. هو معقول ما يدخلهمش الجنة؟ يعذبهم طول ما هم عايشين. انما الناس اللي زيي صعب انه يدخل الجنة، يعني لازم يخلي باله قوي. يعني ربنا اداله، بس بحط له حاجات تعرقله في طريقه كده يعني عشان يقع يطب. يعني اداني مثلا، اداني كل حاجه، اهل قايلين، شكل كويس، في ناس مثلا ايه بيض وناس سود، يعني هو برضه لغايه النهارده ليه ما تعرفش ليه الدنيا بتفضل البيض عن السود؟ فمش ليه ظلم؟ طبعا هما زي بعض، ما خليق ربنا فيديكي كل حاجة، فبيصعب لك باقي طريقك، لكن طريقك بيبقى أصعب. ليه؟ لأنك أنت بيبقى في حاجات تجذبك، لأن مثلا أن الواحد يزود فيها، يحاول أنه يقول أنا هايل، يبتدي يتغر في نفسه. الغرور ده حرام برضه يعني، انا بالنسبه لي الغرور ده اللي مغرور ده يعني ذنب، عليه ذنب غرور، غرور وحش طبعا. اللي ينافق عشان يوصل كده، عشان وعشان